Its overall objectives are to put an end to the sale and use of indiscriminate weapons such as cluster munitions, to put an end to the war on Yemen. الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن خرقت كافة القوانين والمواثيق والعهود الدولية وطالت حتى تراث اليمن الحضاري الذي يمتد في أعماق التاريخ، فضلا عن انهار الدماء التي أريقت بين صفوف المدنيين اليمنيين. نحن أقمنا هذه الندوة لكي نبين ماذا يعني ماذا يجري في اليمن من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن جرائم حرب ترتكبها التحالف السعودي في اليمن. تكلمنا عن قتل الأبرياء بالضربات الجوية، المواطنين، تدمير البنية التحتية، المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والطرق والموانئ. السعودية خرقت في عدوانها ضوابط استخدام القنابل العنقودية التي تقيد استخدامها في المناطق غير المأهولة بالسكان. Both of these norms are being violated by the Saudi coalition. They are being used in densely populated civilian areas, and the less than 1% failure rate is not being met. So more of the bomblets are not exploding and are remaining as a threat, particularly to children in Yemen. وفي ظل هذا الواقع المزري، فإن المجتمع الدولي مطالب بتحرك عاجل لوضع حد لهذا العدوان السافر. I would suggest that the international community take steps to decrease or stop completely the sale of weapons to Saudi, that they would do everything in their power to encourage an end to the war and dialogue to occur, and lastly that an independent investigation occur for the potential crimes that have already occurred. العدوان السعودي على اليمن ليس سوى حلقة أخرى في مسلسل تدخلها في شؤون دول المنطقة وخاصة البحرين وسوريا والعراق. بعد مرور قرابة العام على العدوان السعودي على اليمن وما صاحبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، يطالب هؤلاء اليمنيون اليوم بتشكيل لجنة مستقلة محايدة للتحقيق في تلك الانتهاكات وتقديم السعودية أمام محكمة دولية. ساهر عربي للبحرين اليوم من قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.